مثلا سينا روسو عن طريق احد اقاربي هنا، وهو كان يدرس في سينا روسو، فهو كلمني عنها فقال لنا مره كويسه المعهد انك تدرس فيه. فانا جيت هنا الحمد لله وجربت في اول مرحله فيه لين الايلتس، فصراحه المعهد مره كويس وجيد. احسن شيء في سينا روسو بصراحه المدرسين مره كويسين ومره روعه، هذول يقدرون يعني يفهمونك ايش تبغى انت وكيف يتعاملون معك لانهم عندهم خبره. يعني المكان مره كويس، جو دراسه صح، في اماكن مره كويسه، بس يعني يمديك تحتك في العالم من جنسيات مختلفه.